كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. ليلة السمر أو الليلة المليئة ليالي الأنس، ليالي الأنس يوم الخميس أول صح. خميس من كل شهر. لا ده حضرتك مثلا ما هي دي الفكرة اللي مشيت عليها السيدة أم كلثوم في حفلاتها. لأن مين اللي هيقدر يشتري تذكرة حفلة الست، وخصوصا لما يكون الدخول بالملابس الرسمية؟ أيوه الناس الأسرياء. فكان عندهم الليلة المليحة أول خميس من كل شهر. حضرتك مثلا بتدعو ولاد خالك ولاد عمك، الخال العم، كل واحد بيجي بقى مع زوجته وزوجاته على حسب الحرم لك، يطلعوا فوق ويتعمل الحفل تحت، مفيش اختلاط. وده برضو السبب حتى اللحظة في الموسيقى العربية نقول ايه، التخت الشرقي او التخت العربي الشرقي. من تخت كرسي، وكنا في المدرسة نقول التخته عليه. ايوه التخته من تخت بوش. ده السبب. وبرضه كان ممكن يستخدمه قاعده فريندلي حلوه كده مع كل عيلته لما يجي من صلاه الجمعه أو في العيد، في المناسبات قبل ما الخدم يحضروا وفي المناسبات عاشوره وغيره، الافراح والليالي الملاح. الافراح والليالي الملاح ده ايه برضه؟ الفكر بتاعه من ايام المماليك، اللي هو اعاده استخدام وتدوير الاعمده الكورنسيه اللي هي لا من قبل المماليك. ده موجود في مسجد عمرو وغيره، وموجود في الدير الاحمر في سوهاج. تمام. بس ذاع انتشارها قوي ايام المماليك. والفكر نتيجة مستمر معانا هنا. معابد مهجوره، ايوه، ودي مرميه على الارض. واهم حاجه ما عليهاش اي علامه او رمز يمنعني من اعاده استخدامها، بل بالعكس خامتها وجودتها عاليه جدا. ليه ما استفادش بيه؟ تمام. واحنا تقريبا مفهوم اعاده التوريد التدوير ريسايكل. ايوه يعني ده مصطلح جميل جدا، والناس دي سبق عصرها. بس اللي انا اعرفه ان الحمامات اللي كانت موجوده زي حمام انال وغيره كانوا يعني بيشعلوهم بمخلفات الحاره، يعني ولا مؤاخذه الجماعه الزبالين بيلموا المخلفات. الحمامات العامه كانت 3 أو 4 في واحد. اللي هو الناس عايزه تستحم، بعمل لهم حمامات عشان الناس تبقى نظيفه وتستحم بمقابل. طيب مصر مش بلد غنيه بالغابات، او هتجيب حطب منين وقتهم قبل الفحم ما يزرع؟ ايوه فهلم زباله المخلفات. المخلفات شوارع القاهره هتترمي في الفرن. ايوه يبقى انا نظفت شوارع القاهره وهستخدمها عشان اعمل وقود. وفي نفس الوقت كناحيه اقتصاديه دي وسيله تحصيل الضرايب من الحمام. سوري علشان ما حدش يشغل دماغه، حضرتك مش تحميلي 50 واحد في اليوم وتيجي انا بحصل منك ده، بتقول لي ده انا حميت 10 20 بالوقود. هتحمي ناس كتير، هتاخد وقود كتير، يبقى اللوكشه او الرابطه بكذا. ده بطرس غالي المفروض كان يجي يتعلم. كانت ماشيه كده، هتحمي ناس كتير هتحرق كتير، فانت محتاج الرابطه بكذا. جده جرجس، ابراهيم جرجس، وجرجس جرجس. يبقى انا كده لا 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 كده كام حاجه زي ما قلت لحضرتك. نظفت شوارع القاهره، ايوه، ووفرت للناس وقود، وخلي الناس نظيفه، وبحصل ضرايب ومحدش يضحك عليا يقول لي ده انا حميت 20 وهو حمى 50 ولا على حسب. وهنا دي قاعه الخاصه للقران. قاعه قاعه الشيخ يخش ويتقفل عليه، رهيب، واستخداماتها كبيره ايام وليالي رمضان. وعمل لها مدخلين، مدخل ليه والافراد اسرته او زمايله. زمايله اللي في الازهر مثلا عزمهم على الفطار، ويقعدوا بعد الفطار على ذكر وقراءه قران وتسبيح. تمام. والمدخل ده للخدم عشان يدخلوا لهم بقى ايه، الصواني، اكل وشرب. والسلم ده يطلع على فين؟ على الحمام والقاعة. الحمام والقاعة فوق. دي قاعة. ايوه. هنا قاعة القران، كرسي المصحف. هنا الرجاله الشيخ يقعد حواليه زمايله بقى في الازهر مدرسين، والحريم جوه، اولاده الحريم هنا. الزوجات سلم داخلي، البنات يسمعوا ما يرددوش. عشان كده العدد كبير والوقت طويل، خصوصا ايام وليالي رمضان. عشان كده هنا اكبر شخشيخه في البيت كله. الشخشيخه الاسم المصري الاصيل لفتحه السقف التهويه.
تجديد هواء التنفس. وفي مؤرخين بيسموها الايجيبشن اير كونديشن ناتشرالي، تكييف طبيعي. بس طبعا دي مختلفه عن الملقف. لا طبعا الملقف ده قصه تانية. هو بيبقى فتحة شباك بزاويه معينه باتجاه الشمال. ايوه بس هو ليه ما فيش هنا ملاقف بقى؟ مش محتاجها. هيحتاجها فين؟ عند قاعه النفاس، عشان للست ولا البيبي هتقعد مده طويله 30 40 يوم، والد يبقى في الصيف ما تشعرش ولا هي بالحراره ولا بالحراره او بالحر. فبيوفر لهم ملقف هواء جنب الشخشيخ عشان يخلي دوره الهواء شغال، تكييف 5 حصان. طب والاوضه دي اللي فيها النافوره؟ دي قاعه الصيفيه. الشخشيخه دي هنشوف زيها في كل القاعات، بس احجام مختلفه نسبه وتناسب مع حجم القاعه. دي القاعه الصيفيه؟ دي القاعه الصيفيه. دي اللي كان فيها الشيخ السادات قاعد هنا في المسلسل. اهل البيت يبقوا قاعدين فتره الصيف، وبرضه ممكن يستخدمها كريسبشن للضيوف اللي من نفس العيله. سوري. اخوك جاي يزورك هو وزوجته. المقربين. مش اغراب. الاغراب فين؟ بره. جنب باب البيت، مش هيخش جوه. لكن العيله واحده عادي ممكن نقعد مع بعض. لو استقبله هناك هتبقى عيب. ولذلك هنا عامل الاثنين، فوق الشخشيخه، تحت منها على طول النافوره، علشان يساعد على الاحساس باللطافه والتبريد ولطافه الجو. وبرده نفس الفكر ده من ايام المماليك، واكيد حضرتك شفته في بيوت تانية. الشخشيخه وايوانين او جزئين، مكان للاكل، مكان للشرب. الديزاين ده موجود في كل القاعات برده نسبه وتناسب حسب حجم ومساحة المكان. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. يا حبيبتي يا مصر. ماشي في سيرة.